بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم من جديد أبطال الصف الأول على منصة التميز التعليمية مع قسم التربية الإسلامية، ومع حصة جديدة ودرس جديد من دروس التربية الإسلامية. احنا طبعا يا أبطال في الدروس الماضية تحدثنا عن هذا الكون ومن خلق هذا الكون، وتحدثنا أن من خلق هذا الكون هو الله تعالى عز وجل، وتكلمنا عن الإيمان بالله وأركان الإيمان وأركان الإسلام، وتكلمنا عن بعض العبادات التي يجب أن نتعبد بها لله تعالى، وتحدثنا عن صور كثيرة من صور العبادات لله تعالى. يبقى تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى وعن خلقه وعن عبادته عز وجل. اليوم يا أبطال هنتكلم عن شخصية هامة في حياتنا جميعا كمسلمين يا أبطال. هنتحدث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. درسنا اليوم يا أبطال بعنوان رسولي محمد هادي البشرية. رسول محمد صلى الله عليه وسلم هادي البشرية. يبقى احنا هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم ايضا يا ابطال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم او تربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عن المظاهر او المظاهر التي كانت موجودة في هذا المجتمع. وأيضا يا أبطال هنتكلم عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا على طول نبدأ يا أبطال. معنا من يعرف هذه الشخصية اللي موجودة في الصورة يا أبطال؟ مين من شخصية الكتاب الإسلامية؟ أحسنت يا بطل. يبقى معانا عبد الله. يبقى من شخصيات الكتاب الإسلامية معانا اليوم عبد الله. تعالوا نشوف يا أبطال عبد الله إيش بيقول. عبد الله بيقول لنا أدعو الله وأنا بجوار بيت الله، اللي هو إيه بيت الله؟ الكعبة. أحسنتم يا أبطال. يبقى عبد الله عند الكعبة بيسوي عبادة الحج أو عبادة العمرة، وبيدعو الله وهو بجوار الكعبة. إيش بيش بيدعو يا أبطال؟ بيدعي بإيه؟ تعالوا نشوف الدعاء كده اللي عبد الله بيدعوه. يقول عبد الله أو يدعو الله تعالى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى ده الدعاء اللي دعاه عبد الله أبطال. حد بيتذكر هذا الدعاء؟ احنا ذكرناه قبل كده في الدروس الماضية، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث، لو حد متذكر أذكركم بالحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الإيه؟ وجبت له الجنة. أحسنتم يا أبطال. يبقى عبد الله بيأتمر بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبيدعو بهذا الدعاء كي يفوز بإيه؟ بالجنة. تاني نقول الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب يا أبطال، قبل ما نبدأ يا أبطال هنتعرف في المحور الأول عن حال البشرية قبل الإسلام. إيه حال البشرية قبل الإسلام؟ كان إيه اللي بيحدث في المجتمع ما قبل الإسلام؟ تعالوا كده نشوف يا أبطال. بيقول لي بعض مظاهر ضلال الناس قبل الإسلام. من مظاهر ضلال الناس قبل الإسلام يا أبطال تعذيب الضعفاء والفقراء. كان القوي يتسلط على الضعيف، والغني يتسلط على الفقير. يبقى تعذيب الضعفاء والفقراء ده كان حال المجتمع قبل الإسلام. أيضا من مظاهر ضلال الناس قبل الإسلام يا أبطال إن هم كانوا بيعبدوا الأصنام.
كما في الصورة الثانية عبادة الأصنام، ويتركوا عبادة من؟ عبادة الله عز وجل الذي خلقهم وخلق لهم هذا الكون وسخر لهم كل ما في هذا الايه الكون، فكانوا بهذا الضلال يعبدون الايه الأصنام. الصورة الثالثة بتدل على الظلم والقسوة اللي كانت موجودة قبل الإسلام، سواء كان ظلم الناس أو ظلم الايه الحيوانات، ما كانش فيه أخلاقيات موجودة يتخلق بها هؤلاء الايه الناس يا أبطال. إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نستمع للآية الكريمة اللي بتتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بعثه لهؤلاء الناس أو للبشرية لهداية البشرية كي يخرجهم من الظلمات اللي كانوا عايشين فيها، سواء ظلم أو قسوة أو أكل مال اليتيم أو التسلط على الضعفاء والفقراء، إلى النور اللي هو الأخوة في الإسلام ومساعدة المحتاج. الأمور هذه يا أبطال. طيب إحنا كمجتمع يا أبطال عندنا بعض السلوكيات الغير صحيحة، في عندنا سلوكيات غير صحيحة في مجتمعنا. تعالوا نتعرف كده على بعض السلوكيات الغير صحيحة في مجتمعنا يا أبطال، ونحاول كل واحد فينا لو كان في هذا السلوك أو رأى أحد موجود عنده سلوك من هذا السلوك يحاول يصححه ويفهمه السلوك الإيه الصحيح. من السلوكيات اللي موجودة يا أبطال العنف، إن أنا أكون عنيف أؤذي غيري سواء كان أخوي أو صديقي أو زميلي أو أي أحد من الناس. يبقى من السلوكيات الغير صحيحة اللي قد تكون موجودة في مجتمعنا أو مجتمعنا الحالي العنف. أيضا إيذاء الخدم والعاملين، إن أنا واحد أنا جايبه يخدمني وعامل موجود شغال عندي وبياخد انتقاض راتب، ما أؤذيه، لا أؤذي أحد، لأن هذا الإيذاء يا أبطال أنا بشيل عليه وزر وأخذ عليه سيئات وأتحاسب عليه أمام الله عز وجل. يبقى إيذاء الخدم والعاملين أحاول لو في هذا السلوك أتجنبه، وإذا لقيت أحد بيؤذي أحد إن أنا أقول له أن هذا ليس من أخلاق الإسلام والمسلمين. أيضا من السلوكيات الغير صحيحة أبطال إتلاف المرافق، سواء كانت المرافق الخاصة في المنزل في أعزكم الله الحمامات أو المرافق أو غرف النوم عندنا أو الدوانية والأمور هذه، ما أتلف شيء لأن هذا سلوك غير صحيح. وأيضا إتلاف المرافق العامة، إن أنا أروح مثلا مول تجاري أدخل الحمام أخرف فيه، أدخل معرفش شيء مخصص مثلا للصلاة أخرف فيه، أدخل محل من المحلات أخرف فيه، هذه إتلاف هذه المرافق ليست من أخلاق الإسلام والمسلمين يا أبطال. أيضا من السلوكيات الغير صحيحة في مجتمعنا إيذاء الحيوانات، إن أنا إذا شفت قطوة أطقها أو أؤذيها أو أحبسها مثلا وأمنع عنها الطعام والشراب، هذا ليس من أخلاق الإسلام والمسلمين يا أبطال. يبقى من السلوكيات الغير صحيحة موجودة عندنا هذه السلوكيات، وفي بعض السلوكيات الأخرى ولكن ليس هناك وقت لإيه إن احنا نسردها. المحور الثاني معنا يا أبطال فضائل رسول محمد صلى الله عليه وسلم في هداية العالمين. تعالوا نتعرف من خلال الآية الكريمة يا أبطال إيه هي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. نستمع للآية الكريمة وبعد نرجع نعدد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا يا يبقى احنا عندنا أبطال فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم كما وردت في الآية الكريمة شاهدا. يعني ايه شاهدا يا أبطال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيشهد يوم القيامة، هيكون شاهد علينا يوم القيامة. ومبشرا يعني بشرنا إذا أطعنا الله وعبدنا الله سبحانه وتعالى وتمرنا بأوامر الله سبحانه وتعالى، بيبشرنا بالخير في الآخرة وهو دخول الجنة. ونذيرا وينذرنا أننا إذا لم نطع الله سبحانه وتعالى ونتعبد لله عز وجل ونتخلق بأخلاق الإسلام والمسلمين يا أبطال، منذرنا أن احنا قد يصيبنا عذاب يوم القيامة والعياذ بالله، ندخل النار. وداعيا إلى الله بيدعو كل الناس إلى عبادة الله عز وجل وترك أي عبادة ليست لله عز وجل أبطال. يبقى من فضائل الرسول أنه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله عز وجل. طيب، المحور الثالث معنا أبطالي بعنوان حبي لرسولي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا أبطال، احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. معنا هذا الدعاء الجميل صلى الله عليه وسلم، ردد مع بعض يا أبطال بهذا الصوت الجميل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمنا من درسنا اليوم يا أبطال أن الناس قد عاشوا قبل الإسلام في ضلال، وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب هداية العالمين، وأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم ومسلمة. عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة الدرس بعنوان حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الدرس كان في حب النبي صلى الله عليه وسلم يا أبطال. هننتقل يا أبطال للنشاط الأول معانا في صفحة رقم 60، ومعانا بيقول لي هيا نزين البطاقة التي تحمل اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معانا بطاقة موجود فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هنلونها زي ما قدمنا على الشاشة بألواننا الجميلة ونزينها بالزينة الجميلة. ننتقل للسؤال الثاني، بيقول لي ضع علامة صح أمام ما هدانا إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا أربع صور زي ما قدمنا على الشاشة يا أبطال، وهنضع علامة صح على ما هدانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى فيها رجل يساعد المحتاج، هذا نضع علامة صح أو لا نضع علامة صح؟ أحسنتم، نضع علامة صح يا أبطال، لأن مساعدة المحتاج هي من الأشياء التي هدانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معانا أبطال عبادة الأصنام، لا ليست، لا ما تخدش علامة صح يا أبطال. عبادة الأصنام هذا كان من ضلال الناس قبل الإسلام. طيب تعذيب الضعفاء والفقراء، هذا من أخلاق الإسلام يا أبطال؟
والذي هدانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أخلاق الإسلام، بل مساعدة الضعفاء والمحتاجين والفقراء دية من أخلاق الإسلام، وليست تعذيب الفقراء. بعد ما هنضع عندها علامة صح. بعد كده أبطال الصلاة، أو الصلاة في جماعة أو الصلاة في المسجد، هذا من الذي هدانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، نضع تحتها علامة صح. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. بكده نكون خلصنا السؤال الثاني. السؤال الثالث يا أبطال بيقول: صل الجمل الآتية بما يناسبها من الكلمات التي أمامها. طيب، معنا رقم ألف بيقول: دعا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لعبادة من؟ محمد ولا الله عز وجل؟ أحسنتم، الله عز وجل. يبقى هنوصل رقم ألف: دعا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله عز وجل. أحسنتم. رقم باء: هذه البشرية هو من؟ من الذي هدى البشرية بعد ضلالها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنستمع يا أبطال إلى هذا الفيديو سريعا، ثم نختم حصة اليوم بإذن الله تعالى. هل وظلم، فرقة وقطيع، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكده أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.